مرحبا بكم في فقرة جديدة من كنقلب على خدمة. الوكالة الوطنية للموانئ كتعلن على تنظيم مباراة توظيف إطار في التقنين، وحددت يوم 11 فبراير هو آخر أجل الترشيح. المديرية الجهوية للصحة بجهة درعة تافيلالت محتاجة 42 طبيب عام و5 صيادلة من الدرجة الأولى، و14 فبراير هو آخر أجل لوضع ملفات الترشيح. أما وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة غادي تنظم مباراة موحدة لتوظيف 50 متصرف من الدرجة الثانية و 280 متصرف من الدرجة الثالثة و 45 تقني من الدرجة الثالثة و 25 تقني من الدرجة الرابعة، و 15 فبراير هو آخر أجل الترشيح. إلا كنتي مهتم ولا مهتمة بهاد الفرص، ما تنسوش حطوا ملفات الترشيح ديالكم قبل التواريخ المحددة. وبالنسبة للتفاصيل وطريقة التسجيل غادي تلقاوها في الرابط المرافق للفيديو. حد موفق للجميع.